شكرا معلق الكابتن مروان صالح. اذا انتهت المباراه، فوز النادي الاهلي على سبارو الكونغولي 3-0، وخلاص النادي الاهلي كده حجز مقعده في دور الثمانيه بكره ان شاء الله عشان يلاعب الشرطه الرواندي. ان شاء الله المباراه تقام بكره الساعه 8، والحقيقه مباراه النهارده كانت ما فيهاش غير شد شويه في الشوط الثاني. مبروك يا كابتن احمد. الله يكون مبروك. طبعا الفرقه يعني فرق مستوى، بس انا شايف الفرقه يعني الفرقه بتلعب فولي حلو بس بدائيه شويه واخطائهم كتير، لكن يعني وده اللي ادانا الافضليه. خلينا كمان نروح لارض الملعب لزميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم، ولقاء مع المدير الفني فرناندو مونزو. اتفضلي يا هنا. من جديد برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. الف مبروك فوز رجال النادي الاهلي وتاهلهم لطبعا ربع نهائي بطوله افريقيا، ومعي بقى في هذه اللحظات زي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم مستر فرناندو المدير الفني للفريق الاول للكره الطايره رجال. First of all congratulations for the great win today and qualifying to the quarter finals. Thank you very much. I want you to talk more about today's match. You don't have a lot of time for preparation, so I want you to talk more about today's match. Oh, today I'm very satisfied with the performance of the team and in general with all the players. We are trying to give a competition all the players. We know the level of the competition and the difficulty games increase game by game, and for this we are trying all of them to be ready for the next games. يعني طبعا انا كنت بساله عن مباراه النهارده والتحضير ليها، اكيد ما فيش وقت كبير للتحضير. هو قال لي ان المباراه الحمد لله مشيت بشكل كويس، هو طبعا بيجرب دلوقتي جميع اللاعبين وبيخلي جميع اللاعبين يشاركوا، حتى الان الامور ماشيه بشكل قوي جدا، وهو اكيد مقدر انه كمان صعوبه المباريات بتزداد كل مباراه. You have an important game tomorrow. We're now in the knockout stage, so every match is very important. I want to know how you're going to prepare for tomorrow's match. Okay, we are trying to take all the games the other teams are playing during the tournament and to try tactically and technically to make the best study possible for to prepare the games. We know 1% of the games depend of our performance and 1% depend of how we prepare the games and control them. So we will prepare well for sure each game. يعني طبعا انا كنت بساله عن التحضيرات لمباراه غدا، اكيد مباراه مهمه لازم يفوزوا فيها. هو قال لي ان هم هيستعدوا بشكل جيد لمباراه غدا، سواء طبعا التكتيك بتاع المباراه، وهيستعدوا بشكل قوي لان زي ما قلت مباراه غدا اكيد هتكون مهمه. Thank you so much coach and good luck in tomorrow's match. Thank you very much. Thank you. يعني طبعا ده كان لقائي مع المدير الفني مستر فرناندو، اكيد مستمرين مع مزيد من اللقاءات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هنا ابو القاسم بشكرك شكرا جزيلا، وزي ما شفت حضراتكم يعني مستر فرناندو بيحترم كل الخصوم، كل الفرقه اللي لعبها بيحترمها بشكل جيد، والنهارده الحقيقه يوم اهلاوي باقتدار. اليوم النهارده كان فيه انتصارات وتوفيق كبير لفرق النادي الاهلي. خلينا نقول ان كره اليد ابطال الكؤوس فازت في مباراتها النهارده في مجموعتها، وايضا التعادل مع مازيمبي في كره القدم خارج ارضنا، وايضا فوز الكره الطائره النهارده في دور ال 16 على سبارو الكونغولي اللي لسه هنقل لحضراتكم المباراه حالا، وكمان فوز كره السله منذ لحظات على اهلي بنغازي بنتيجه 98-86. الف مليون مبروك، النهارده يوم اهلاوي باقتدار، وكل النتائج الحمد لله جاءت يعني كما يتمناها جمهور النادي الاهلي، وما زال بكره ان شاء الله عندنا منافسات جديده ومحاولات جديده جوه البطولات، يمكن كره القدم الاسبوع القادم، ولكن الطايره بكره 8، بعد كده قبل النهائي وبعد كده النهائي. كابتن احمد ارجع لحضرتك، يعني تعليقك على المباراه وشايف فوزنا النهارده ازاي، ودي خطوه ان شاء الله توصلنا او تقربنا للفاينل. يعني المدرب يعني ابتدى بمعظم اللعيبه يعني حقول اللي هو مش هيلعب بيها اكيد، يعني مش هو ده التشكيل. نعم. النهائي بتاعه اعتقد ان هو يعني هو خلاص رتب الفرقه بتاعته ورتب الفرقه اللي جوه الملعب كمان. نعم. يعني مين هيلعب جنبها مثلا المواعيد، يعني احنا عندنا الكل بيبقى بوزيشن ل 2 لعيبه مثلا مركز 4 تشكيل معين في هارموني بيحافظ واحد عليه. واحد مثلا رقم 1 ورقم 2 مثلا مركز 3 بيبقى واحد رقم 1 واحد 2، فالرقم 1 دايما ده هو بيبقى الاحسن فبيلعب مثلا جنب المعد. نعم. فيعني هو انا اعتقد ان هو حط التشكيل خلاص وحط الفرقه بتاعته الفاينل شكله اللي هيلعب بيه او خد بيها المنافسات. يعني انا شايف ان هو بس النهارده يعني ما تقريبا اللاعب ممكن اللي يلعبوا الاساسي هم هيبقى. نعم. عبد الحليم ويمكن عزب النهارده، واعتقد ان هم كل الفرقه بعد كده يعني دولت بس بيجهز الفرقه كلها، يعني يمكن الحسيني برضه بيبقى جاهز يبقى الرقم الثلاثه. نعم. يبقى في اي وقت ممكن ينزل، ما شاء الله لاعب كويس يعني.
فهو هو خلاص تشكيل يعني اكتمل من بكره اكيد هيبتدي يثبت الفرقه بتاعه. وانا شايف ان هو ممكن يلعب اربع ايام وثلاث ايام يلعب متواصل وماتشات يعني لا يعني هو الكره الطايره عندنا. انا بستغرب زي مثلا فرقه تقعد تلعب ويقول لك في اجهاد وفي بتاع، لكن احنا في الرياضه الكره الطايره عندنا يتحمل ضغط المباريات. التمرين لازم يبقى كده، التمرين لازم يبقى كده، يبقى لازم ثلاث ايام حمل عالي جدا وما يعني هو ده البطولات بتاعتنا بتبقى ثلاث ايام ماتشات ورا بعض، فلازم يبقى التمرين بيوازي لنفس. اشكرك يا كابتن، خلينا نرجع تاني لارض الملعب وزملتنا هنا ابو القاسم ولقاء مع السنتر بلوك مركز ثلاثه للنادي الاهلي واحد نجوم هذا اللقاء محمد محسن. اتفضل يا هنا. من جديد برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ولسه مستمرين مع طبعا لقاءاتنا مع نجوم النادي الأهلي بعد فوزهم على فريق إسبوار الكونغولي. ومعي بقى في هذه اللحظات زي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم أحد نجوم المباراة كابتن محمد محسن، وده طبعا ألف مبروك الفوز في المباراة النهاردة. عايزك بقى تكلمني على المباراة، عارفين إنه أكيد في ضغط من المباريات بين كل مباراة ومباراة مش بيكون في وقت كبير، فعايزك تكلمني على المباراة النهاردة. طبعا الحمد لله اللهم لك ألف حمد وشكر على المكسب النهاردة، مكسب مهم جدا طبعا بنلعب فرقه محترمه. البطوله دي طبعا استعدنا لها كويس جدا، خصوصا احنا خارجين بعد مكسب دوري ومكسب سوبر، كنا مارين بضغوطات جامده جدا من اول الموسم. جالنا جهاز فني جديد بجد مستر فرناندو والجهاز المعاون ليه، حطينا سيستم من اول البطوله ومن اول قصدي الموسم، وعاهدنا نفسنا ان شاء الله ناخد نحقق كل البطولات. فطبعا احنا البطوله دي صعبه لان احنا بتقعد على ارضنا وسط جمهورنا طبعا، اللي انا بعاتب الجمهور طبعا، صعب جدا المنظر وحش جدا طبعا، البطوله على ارضنا ما فيش اي جمهور طبعا. فان شاء الله انا بتمنى اللي هم يحضروا الماتش اللي جاي، خصوصا الماتش اللي جاي صعبه جدا، هنلاعب فرقه قويه جدا. طبعا زي حضرتك ما قلتي طبعا الماتشات ما فيش ايام راحه خالص، كل يوم بنلعب ماتش، بس الحمد لله معانا طبعا جهاز طبي محترم، بنعمل ريكفري بعد كل مباراه عشان نستعد للمباراه اللي بعدها. وببارك لي طبعا الجمهور ومجلس الاداره على مكسب النهارده ان شاء الله. يعني زي ما حضرتك قلت يا كابتن عندكم بكره مباراه مهمه امام فريق الشرطه الرواندي، احنا خلاص دخلنا في مرحله النوك اوت، كل مباراه لازم تفوزوا فيها اشبق بالفاينل، فعايز اعرف هتستعدوا زي المباراه غدا. لا هو حضرتك من السيستم اصلا اللي محطوط من الجهاز الفني طبعا لينا من اول الموسم، ان كل مباراه نلعبها هي مباراه كاس من اول الموسم اصلا، حتى لو بنلعب يعني اقل فرقه يعني هي دي اكنها مباراه كاس، المغلوب طالع. فاحنا من السنه دي واخدين كل مباريات جد، الجهاز الفني مجهز كل اللعيبه، ال 18 لعيب احنا مسجلين 14 لعيب وبيسجل 14 لعيب، بس لو جبت اي حد من بره هيلعب زيه زي اللي جوه بالظبط. فاحنا السنه دي الحمد لله الفرقه قويه جدا، الناس كلها جاهزه طبعا انها لما تنزل الملعب في اي وقت تادي زيها زي اللي موجود في الملعب. فطبعا احنا عدينا النهارده طبعا دور 16، كنا بنلعب فرقه كويسه جدا فيهم بعض العناصر الموجوده في منتخب الكونغو، ان شاء الله زي ما حضرتك قلت هنلاعب فرقه من رواندا فيها برضو اربع عناصر من منتخب رواندا، فرقه قويه جدا ان شاء الله هنقدر نستعد لها ان شاء الله، هنعمل ريكفري النهارده ان شاء الله بعد شويه كده، وهنقدر نستعد للفرقه نفعل الفيديوهات بتاعتها وهنشوف نقاط الضعف بتاع الفرقه وهنقدر نستغلها ان شاء الله الماتش الجاي ونكسب ان شاء الله باذن الله. يعني كمان في دافع اكيد قوي جدا وهو انه الفائز في هذه البطوله يتاهل لكاس العالم للانديه، ويمكن طبعا ده اكيد نقطه اضافيه لانه انتم من البدايه محددين انتم ان شاء الله تفوزوا في جميع البطولات، لكن اكيد ده بيكون دافع قوي ايضا. طبعا زي ما حضرتك ما قلت طبعا البطوله دي مهمه جدا، يعني غير انها مؤهله لبطوله عالم الانديه اللي هي على ارضنا، فما ينفعش طبعا نخسر البطوله دي على ارضنا، ان شاء الله هنكسب البطوله دي ان شاء الله ونقدر نفرح الجمهور ونفرح مجلس الاداره، لان احنا تعبنا قوي السنه دي، الجيل ده اللي موجود او الفرقه الموجوده دي فرقه محترمه جدا جدا جدا، الفرقه كلها على اعلى مستوى، الناس كلها بتحب بعض، كله بيتمنى الخير للناس كلها، فان شاء الله باذن الله ربنا ان شاء الله هيكافئنا خير ان شاء الله ونلعب موجودين في بطوله عالم الانديه ان شاء الله باذن الله. بشكرك جدا، ان شاء الله نكون بنحتفل بعد تتويجكم بالبطوله ان شاء الله باذن الله، بوعدك ان شاء الله. شكرا. يعني طبعا ده كان لقائي مع احد نجوم المباراه كابتن محمد محسن، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هنا ابو القاسم بشكرك شكرا جزيلا، ويعني الحقيقه من كلام محسن قد ايه الروح يعني جيده، اللعيبه مستعده جاهزه عايزه تفرح جماهيرها، وده الحقيقه رسائل بتطمن جمهور النادي الاهلي وبتطمننا احنا كمان ان الفرقه متمسكه بكاس افريقيا السادس عشر او اللقب السادس عشر في نسخته ال 45. كابتن محمد اجري حضرتك يمكن مباراه النهارده شفتها ازاي، خاصه ان في بعض اللاعبين اللي ما اشتركوش الاساسيين، ومين اللي ما شاركش النهارده واثر مستر فرناندو براحته؟ احنا عندنا اللي ما شاركش النهارده هو يوسف صافي، وعندنا احمد صلاح، حماده عثمان،
وعندنا حسام يوسف هو لعب الشوط الاول وعبد الله نزل كمل بعديه وعندنا بس هم دول تقريبا هم اللي ما لعبوش النهارده ولكن الباقي لعب ويتوزع عليه الحمل بشكل كبير. عصران ما لعبش وعصران كمان صح هو ده هو يوسف الصافي وحماده عثمان واحمد صلاح وعصران وعبد الرحمن السعودي هو دول اللي ما لعبتش النهارده. هل يعني تستشف ايه كده؟ هل هو النهارده بيريحهم مستر فرناندو عشان هيشاركوا المباريات اللي جايه جديد ولا يعني هو دور هو ماشي لغايه قبل النهائي؟ صحيح هو جرب المجموعه بتاعت النهارده دي مع حسام في الاول ونزل معاهم عبد الله هو نفس التشكيل نزله مع عبد الله بحيث يبقى الفرق كلها خلاص احنا دلوقتي كله لعب مع بعض وكله جاهز وكله لعب على ايد حسام وكله لعب على ايد عبد الله وده مهم جدا في الملعب ان انت تلعب على ايد الاثنين معدين اللي عندك عشان ما يبقاش في حد فيهم دايما عاده كان زمان بيبقوا حافظين معد والمعد التاني ما كانوش بيبقوا حافظينه فلما ينزل كانت بتحصل فيه جاب في فرق في المستوى صحيح. لكن النهارده انت ما شاء الله انت حسام بيطلع عبد الله بينزل ما فيش مشكله عبد الله بيطلع حسام بينزل انت الملعب ماشي سيستم حافظين عليه فما شاء الله لا النهارده يعني الفرقه كانت كويسه وان كان في الشوط الثاني شويه كده يعني ايه احنا طبعا لما كسبنا الشوط الاولاني 25 12 فبدات الفرقه تريح شويه ودي يعني عاده عموما في اللعيبه المصريين بنريح سنه بس لما ريح وبداوا هم بدا السكور معانا جزينا شويه شدينا شويه خلاص ف 25 16 خلاص الثالث بقى كان خلاص قضى الامال خالص نهينا الامال بتاعتهم ف 25 12 فيعني احنا بنبارك وبنهني مجلس اداره النادي الاهلي صحيح لان هم عندهم يعني ان هم دايرين منظومه كبيره زي ما حضرتك ما ذكرت الفرق كتير في مناطق كتير وبتكسب وعندك بطولات وماتشات مسؤوليه كبيره جدا فان هم يكونوا شايلين الحمل ده وان انت دايما تبقى في الصداره ده محتاج مجهود كبير جدا فاحنا بنبارك لهم وبنهنيهم على العظمه اللي احنا شايفينها دي بصراحه. نعم وكل التوفيق لهم اكيد. كابتن احمد اجل حضرتك النهارده مستر فرناندو بعد 5 مباريات في البطوله النهارده 4 مباريات في المجموعه والنهارده دور ال 16. هل هو نجح باقتدار في ان هو لان كان احنا متفقين من اول يوم ان عندنا ازمه ان في ماتشات سهله وانت عايز تجهز لعيبتك للمباريات الصعبه. هل هو نجح حتى الان انه يحافظ على فورمه اللعيبه بحكم او عين حضرتك كمدير فني بقى النهارده بعين حضرتك شايف اللعيبه فورمتها جاهزه للثلاث مباريات القادمه؟ وانا شايف زي ما محسن بيقول احنا كل مباراه بناخدها مباراه كؤوس وانا شايف انا شايف اللعيبه بتعمل كل حاجه احسن حاجه عندها. انا بيقول للمدرب انا جاهز حتى لو مش هلعب بس انا موجود يعني ان هو لازم يبقى فيه 6 في الملعب والباقي بيبقى فكل لاعب انا شايف ان كل واحد بيعمل اقصى حاجه عنده واحسن حاجه عنده بغض النظر عن المستوى الفرقه المقابلها يعني فكل الماتشات اللي اتلعبت باقصى فده مريحك ده مديك راحه يعني طمانينه على الفريق اللعيبه كلها بتنزل يا كابتن هيثم فول باور لان هو لو ما لعبش فول باور هو هيبقى بره لان هو المدرب الاجنبي بالنسبه له كل اللعيبه على خط واحد هو بعيد عنهم مترين فاللعيبه كلها قدامه سواسيه اللي هيأدي جامد هو ده اللي هيكون موجود معايا في الملعب اللي يعني نص نص لا انت مش موجود معايا انت بره فعشان كده كله دايس وكمان النهارده يعني بيريح احمد صلاح يعني مش قلقان معلش هنتكلم بكل امانه يعني احمد صلاح مركز 2 واحنا عندنا اتنينات اتفقنا مش كتار فالنهارده لا هو النهارده مريح احمد صلاح والنهارده سيف عابد بيلعب وشايل ومش ومفيش مشكله خالص ومفيش صحيح. هزه في الملعب هو مريحه عشان خايف الاصابه برضه ممكن الاصابه بتاخد احسن حاجه من احمد صلاح وبتاخد احسن حاجه من سيف عابد خايف برضه الاصابات لكن ممكن اللاعب اللي لعب يلعب البطوله كلها السته يلعبوا لو في سته يلعبوا هيلعبوا وان احنا كره الطايره عندنا التمرين بموازي نفس مستوى البطولات يعني احنا بنتمرن مثلا 3 ايام ان احنا كل البطولات حتى مستوى العالم والمنتخبات بيبقى 3 ايام ماتشات 3 ايام ورا بعض وبعدين يوم راحه وبعدين 3 ماتشات ويوم راحه فاحنا المفروض التمرين بيبقى هذا نفس هذا المستوى يعني تتمرن مثلا 3 ايام صبح وبعد ظهر وبعدين بس انت كمشاهد وقريب للفرقه انت الحمد لله مطمن يا كابتن لا طبعا ان شاء الله مطمن. ان شاء الله ما بقولك انا بقولك انا رايي انا شايفك يعني حضرتك قلت لي اجابه حلوه قلت لي ان انا شايف اللعيبه بتنزل تلعب فول باور بتلعب بكل قوتها فده يخليني اطمن ان اللعيبه محترمه الخصوم ومحترمه يعني الفرقه المدرب والنادي بتاعها صح وكل واحد بيثبت انا استحق اكون في الملعب الله ينور عليك انا بقول برضو رايي لكن المدرب طبعا يعني لا احنا بنقول راينا كمحللين مش اكتر من كده المدرب هو حاطط التشكيل وحاطط التشكيل جوه الملعب وبتاع يعني هو هيبقى عنده مفضله مثلا من حسام او عبد الله لا طبعا وبياخد كل حاجه ساعه الماتش الفاينل
بياخد من كل لاعب اللي قاعد في البنش بره بياخد منه افضل حاجه، لكن ما يقدرش يقعد يعمل روتيشن في الماتش الفاينل يعني. نعم. اشكرك يا كابتن احمد. كابتن محمد، يعني كابتن زكريا فتح كلام هو التمرين، التمرين بقوه الله. انا الحقيقه لما كنت بتمرن قبل فرقه الطايره كنت بلاقي اجهزه كتير جدا وكاميرات وتلفزيون، الاقي اللي بيجوا قبل التمرين بنص ساعه يقعدوا. احنا في الباسكت ما فيش، احنا بنروح حلقتين ويلا يا باشا اتمرن والدنيا جميله ونشوط وخلاص. بلاقي الفولي بول الاقي الشبكه اتنصبت، والاقي التلفزيون اتحط، والاقي مدافع اتنصبت ومدافع هوا يعني مش قصدي حاجه ودنيا وبتاع. ايه الاجهزه دي؟ ايه الاجهزه المساعده اللي بتساعد الطايره عشان نشوفهم النهارده في المستوى ده؟ تمام، احنا عندنا حاجه مثلا ممكن اغلب الناس ما تكونش عارفاها، هو مدفع كره الطايره. المدفع ده السرعه بتاعته كابتن هيثم هي 140 كيلو في الساعه. لا، المدفع ده اللي بيشوط الكوره، اللي بيشوط الكوره بالظبط، وانا بوجهه بالظبط زي الارسال بالظبط. انت ممكن تحطه ارسال، ممكن تحطه البلوك، ممكن تحطه للاعداد. فانت هو اغلبه والارتفاع بتاعه بيتغير انت بيطلع فوق الشبكه او ان انت ممكن تستخدمه فلوتر او ان انت تستخدمه سبايك. فالمدفع فيه وظائف كتير متعدده، وده بصراحه موجود في النادي الاهلي. التكنولوجيا اللي داخله يعني حديثه، النادي الاهلي مواكب كل الانديه تقريبا اللي بره يعني. فنتكلم على مدفع المسافه، احنا عندنا كل يوصل سرعته 140 كيلو في الساعه. احنا الطبيعي للانسان العادي السرعه بتبقى كام؟ احنا كانت 120، وان كانت دلوقتي وصلت دلوقتي مع التطور ومع السرعه وصلت ل 130 دلوقتي، وصلت بعض الاحيان 135. المدفع اكتر من المدفع 140. نعم. فانت تخيل حضرتك كل يوم بتتمرن، او هنقول يومين او ثلاث ايام في الاسبوع حضرتك بتتمرن على المدفع ده، عمال بيضرب عليك بيشوط عليك 140 كيلو في الساعه. والنادي الاهلي عنده ما شاء الله مدافع، مش مدفع واحد، وعنده ما شاء الله ثلاثه يعني. هو بيستخدم واحد للرجال، واحد للسيدات. حتى احنا ملاحظين دلوقتي في السيدات الموضوع اتطور، عندهم الديفنس والاستقبال. عندنا في السيدات ما شاء الله يعني بقوا مميزين جدا، وعندنا كمان في قطاع الناشئين. يعني مجلس اداره النادي الاهلي وفر للفرق صحيح هذا المدفع بحيث ان يتمرنوا على ضرب اقوى من اللي بيقابلوه في المباراه. صحيح. فانت دلوقتي لما حضرتك بتيجي في المباراه عاده ما بيوصلش، وخصوصا في الفرق الافريقيه ما بيوصلش معانا لحد 120، ممكن 100، ممكن 110. فانت ده حضرتك جامد. ده السيرف الجامد ده اجمد واحد فيهم. فانت متخيل ان اجمد واحد الناحيه الثانيه في الفرقه اللي قصادك بيلعب عليك ارسال 100 وانت بتطلعه له بتستقبل عادي، ويجي فبيقف هو في حيره، ده انا مطلع اقصى باور وانت بتستقبله وانت مستريح وطالع كمان على دماغ المعد. فانت يعني الموضوع بالنسبه يلعب يجرب واحد معاك كمان الثاني الثالث خلاص يلاقي نفسه بتقفل عليه المفاتيح. طيب. بيستخدم انت التمرين بتاعك، انت ممكن تعمل 100 كوره لكن ما يقدرش في اللاعب مثلا اللاعب يلعب 100 كوره ويلعب ارسال قوي جدا، ممكن المدفع يرمي 100 رمي بنفس السرعه لكن اللاعب اللي هيقعد يلعب ارسال مثلا عبد الله مش هيقدر يلعب مثلا، هيلعب سيرف 2 3 في اليوم ولكن مش بنفس القوه، ممكن يضيع التمرين. برافو. لكن التمرين المدفع الكوره ما بتضيعش ان شاء الله 200 ضربه. لا لا لا، مشكله اللاعب ممكن اللاعب يخلق الكوره تيجي في الاوت، الكوره تيجي في الشبكه، لكن هو دي كوره هتتلعب هتيجي الارسال. طب ده المدفع. تمام. انا بشوف اللعيبه متعلق على حضرتك، انا هقول لحضرتك انا هرد دماغ حضرتك، معلقين حاجات كده وبتاع. ده نفس الجي بي اس اللي بيتعلق في الكوره بالظبط. نعم. ده اسمه فيرت سيستم كوتش، ده مخصص للكره الطايره. ده هنا بيشوف التحليل بتاعك كله من ساعه ما بدات الاسبوع بتاعك، وممكن الموسم كمان يعني. احنا بنمشيه الموسم كله، فانت ده طول الاسبوع هو شايف انت فين، الحمل بتاعك زاد. بلبسهم وانا بتمرن؟ بتلبس وانت بتتمرن اول ما بتخش التمرين العادي وانت حتى في صاله الجيم. فكل مجهود حضرتك بتعمله مع دقات قلبك مع النفس مع الجهد اللي طالع مع كام جمباي انت نطيت كام، مع عملت كام رول، ما عملت كام دايف، كل ده بيتسجل عند المدرب. اول ما بيجي الافرج بتاعك بيعلى ويدي احمر لازم اللاعب ده يطلع من الملعب دلوقتي، فيقوم جاي سحبك. ممكن انت تشوف احمد صلاح مثلا او عبد الله ده كويس ازاي المدرب طلعه. طب سؤال، بيعلقوا الحاجات دي في الماتشات؟ في الماتشات وفي التمرين وفي يعني كله. دلوقتي اللعيبه لابسها؟ طبعا طبعا. السيستم ده موجود عندنا، ويمكن احنا تقريبا النادي الوحيد اللي في مصر اللي عندنا اسمه تاني يا كابتن فيرت سيستم كوتش. فيرت سيستم كوتش. فيرت سيستم كوتش. نعم. فده من الحاجات الجميله والحديثه اللي موجوده في العالم دلوقتي. المنتخبات كلها سواء برازيل او ايطاليا او بولندا او روسيا كله ده شغال، احنا شغالين بنفس السيستم العالمي اللي شغاله بيه الفرقه. كابتن كان على ايامكم الفيرت سيستم كوتش ده كان عندكم كوتش بس ما فيش بقى ما كانش فيه فيرت سيستم، كان فيه كوتش بس ما فيش فيرت سيستم كوتش. ما كانش عندنا طبعا الحاجات الحديثه. كانت تفرق معاكم يا كابتن لو كانت في اجيالكم؟ اكيد. بس ده مش محمد ما لحقوش، حتى محمد يعني بطل مسدد ده ما حدش يعني. مش هنتكلم على الاجيال القديمه بس. لا، هو النادي الاهلي ممكن الحاجات دي كانت موجوده بس النادي الاهلي هو اللي دخل الحاجات الحديثه دي وبتاع يعني.
صحيح طبعا. احنا في طيب اكيد دي موجوده الحاجات طب دي. طب النهارده يعني ممكن الاقي النهارده تغييره للاعب، يعني ساعات الجمهور يقول لك ايه ده لاعب كويس، سحب صلاح ليه؟ صحيح مثلا سحب عبد الله ليه؟ صحيح. ممكن عشان كده؟ ممكن طبعا. هو طب مين اللي بيراقب، مين اللي فاتح اللابتوب وشايف دايما اللي بيبقى معاه بقى المحلل بره بيبقى معاه المحلل طبعا بيبقى معاه موجود الجهاز وفاتح معاه على الايباد وهو يشوف الابلكيشن خلاص انت خلاص اللاعب خلاص. وممكن من بدايه الماتش ما ينزلوش خلاص، اللاعب ده وصل الحمل بتاعه في الاسبوع عالي جدا، انا لو نزلته هيتصاب الله، فلازم انا خلاص في اجهزه الاستشفاء واجهزه الطب صحيح، ده غير الريكفري اللي طبعا اللي موجود عندهم ده محتاج حلقه لوحده الريكفري ده يعني احنا دلوقتي خلاص اتفقنا ان هو الفيرت سيستم كوتش ده لو لقى اللعيب وصل للرد في الماتش بيسحبه خلاص، مراقب اللعيب فيزيكال صح؟ صحيح صحيح فيزيكال مش فنيا صحيح صحيح. طيب هنروح لحاجه ثانيه الكويك بورد. ايوه كويك بورد ده سرعه جهاز رد فعل، هو عباره عن بورد في الارض موصل برضه بالايباد وانت بيعلم لك علامات تبدا انت تشتغل بيها حركيا برجلي برجلك ينور لي احمر روح على الاحمر بالظبط ابيض اروح ده 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 رد فعل ده جميل جدا بس ده للرجلين، انا برضه عايز رد فعل ايدين ولا ما هو رجلين والدين الاثنين بيبقوا مع بعضيهم الاثنين بيبقوا رجل اكتر، يعني بقول لك الفولي رجل مش رجل انت لازم تروح لازم تروح، انت لو ما عرفتش تروح برجلك فانت بتبتدي تمد ايدك وتبدا بس لو رحت برجلك بتبقى الدنيا اسهل طبعا. خلاص لا طبعا خلاص انت وصلت. اسمه ايه بقى؟ كويك بورد ده من الاجهزه الحديثه اللي كويك بورد ده بورد واحد ولا كذا بورد؟ لا هو بورد واحد موجود وبيحط عليه السيستم اللي انت عايز تشتغل عليه وتبدا ان انت لو هنقول بقى للايدين يا كابتن هيثم هنطلع لحاجه اسمها سيستم لايت، السيستم ده بيتحط على الشبكه ويبدا وبيستخدم على فكره برضو كمان بالمناسبه في الباسكت وفي انا شفته في موجود لا بقول لك يا كابتن بص عايزين بقى الاستوديو التحليل اللي جاي ان شاء الله هدي وقت كتير ان شاء الله الاجهزه والجهاز عشان برضو ناخد خبرات حضراتكم طبعا يجهز لنا كل الحاجات اجهز لحضرتك حتى لو بالصور او حاجات دي يبقى طبعا طبعا لا رضا عليهم وهم بيلعبوا كمان عليها يعني في فيديوهات ليهم ما شاء الله جميل. بشكركم يا كباتن طبعا بشكر كابتن محمد كتات نجم النادي الاهلي ربنا يخليك نجم دايما متالق كابتن هيثم والله متشكر جدا انا سعيد جدا بوجودك الله يخليك ربنا يكرمك يا كابتن هيثم حبيبي استاذنا الكبير كابتن احمد زكريا لا يا كابتن لا يا كابتن احمد لا ده انت مدرب وده عامل لك كلام خير احنا بنتشرف طبعا والله هو انت اللي عملته بتروجيت يا كابتن هو الراجل يعني هو كان جاي صحيح يعني عزيم لا يعني زي ما قلت كده يعني مثلا بيكلمه في ماده لا انا عايز الف المنتخب يعني ولسه جاي بيتعلم يعني ده لسه والله واحنا اوف اير يا جماعه بقول يعني كان كابتن محمد كتات قال كابتن زكريا اللي عملني واللي جابني ببتروجيت وانا جاي من دمنهور وقف معايا ووقفني لغايه ما وصلت منتخب مصر فهنا حسيت قد ايه الاجيال بتحترم بعضها طبعا كابتن احمد زكريا جميل ده ما شاء الله وكان يعني كان احسن سنتر بلوك في افريقيا بقى يعني تتكلم حدث ولا حرج واسمع من ظهره بقى بيتكلم عليه ازاي بقى وقبل كده كابتن احمد بامانه الاخلاقيات ربنا يكرمك حلو كان ما شاء الله يعني يا رب يكون نصه بس بالظبط يا رب نكون على الاقل ربعك يعني نورتنا يا كابتن احمد كابتن احمد زكريا نجم النادي الاهلي منتخب مصر بوجودنا بجد والله يعني شرف لينا ان احنا ده بيتك يا كابتن وده مكانك واحنا بنتعلم من علمك وبنستفاد من خبرتك الله يخليك شكرا اعزائي المشاهدين دي كانت جولتنا النهارده وفزنا في دور ال 16 كان يوم سعيد بس خليني بسرعه اراجع لكم ازاي ده كان يوم جميل على النادي الاهلي طبعا فوز رجال كره اليد في بطوله ابطال الكؤوس ودي طبعا فوز مهم في المجموعه عشان نتصدر بعديها المجموعه ان شاء الله وتبقى سكتنا اسهل التعادل مع مازيمبي وشفنا كابتن ايمن طبعا شوقي والاستوديو التحليلي وحللنا المباراه بشكل كبير شفنا فوز الكره الطائره النهارده على سوبارو الكونغولي في دور ال 16 بعديه على طول بلحظات فوز كره السله رجال في بطوله البال في اهلي بنغازي وده الفوز رقم 2 لفريق الباسكت ان شاء الله يتاهل كاول مجموعه ان شاء الله لنهايه البال فيوم سعيد جدا جدا على الاهلاويه بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه والى جوله جديده من جولات استوديو الابطال.